تقدمت ليبيا بطلب إلى الأمم المتحدة للسماح لها بشراء دبابات ومقاتلات إضافة إلى طائرات مروحية هجومية وبنادق آلية، وذلك من أجل مواجهة تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية ومجموعات أخرى. وفي طلب مكتوب قدم للجنة المشرفة على حظر الأسلحة المفروض على ليبيا في مجلس الأمن، طلبت الحكومة الليبية المؤقتة الإذن بشراء 150 دبابة وأكثر من 20 مقاتلة وسبع طائرات هليكوبتر هجومية، إلى جانب عشرات آلاف القطع من الأسلحة الخفيفة والذخيرة من أجل قتال تنظيم داعش وغيره من المجموعات المسلحة وأحكام السيطرة على حدود البلاد. من جهة أخرى، أكد رئيس وزراء الحكومة الليبية عبد الله الثني من عمان على ضرورة وضع آلية محددة لمواجهة داعش وتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك. زيارتنا للأردن للتنسيق التعاون ما بيننا وبين المملكة الأردنية، وتشرفت بمقابلة جلالة الملك عبد الله الثاني للتنسيق في بشأن إيجاد قوة موحدة، يعني تكون الدول الداعمة هذه اللي هي خاصة المملكة الأردنية، جمهورية مصر، دولة الإمارات، المملكة العربية السعودية، لأن استجابة للطلب اللي تقدم به السيد الرئيس السيسي بشأن إنشاء قوة عربية لمحاربة الإرهاب.